اخيل لك كان شلون؟ ها مرحبا باحلى مدير بالمديرين. استاذك مصمم اني مدير؟ ليش منو في غيرك هون بيستاهل؟ بعدين انا ما طلبت قهوه. هاي الضيافه من المدير العام. من مين؟ مني قصدي مني هاي الضيافه. شو المناسبه؟ يعني هيك انا بحب المدراء بلا مناسبه. استاذ بدي اسالك سؤال. تفضل. هلا انت شو رايك بالمهندس سامي الرضوان؟ مهندس ممتاز ونشيط ومجتهد. يعني بيستاهل ترشح البعثي؟ اذا جيت الحق هو احق واحد. لك دير لي بالك عليه، وفي واحد الاخير سليمان كمان دير بالك عليه، ها بشيل عنك كتف منيحه بالشغل. ليش عم توصيني لي؟ ما قلنا لك انت المدير. هيك ضحك ضحك خليه يبان السن. حنيت لك تتحن انا. يلا اعطيك العافيه. سلامة. هي صفحتين. مالو؟ اهلا سياده المدير العام. ايوه. ما في شيء، يعني شويه اغراض مستهلكه وبدنا نتلفها اصولا. حاضر بنوقفها. بس استاذ المهندس جاسم مهندس كفؤ. حاضر حاضر. بيتغير القرار. حاضر. مع السلامة. خير شو بده؟ خير شو بقى؟ خود اقرا. معقولة المدير يدلك للمرأة؟ ايه مو معقولة. كلهم بيعرفوا انك عينه وايده ورجله كمان. طلع ناكر للجميل. اكلني لحمة ورماني عظمة، بس انا لحمي مر وعظمة اسمر. وين 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 وين؟ لعند اللحام. كيلو هبرب معيتك. استاذ اكرم جوا؟ ايه جوا، دقيقة اعطي خبر، دقيقة اعطي خبر. لك ايه بعد ايه؟ عم بقول لك دقيقة اعطي خبر يا عمار، ليش فايت هيك؟ وبدون اذن كمان؟ ايه معك من الشكليات هلا وقول لي، شو معنى هذا القرار؟ لك انا اللي كنت طول عمري عم بخدمك وايدك اللي عم بتلم فيها، هلا صرت مالي عاجبك؟ صرت بدك تتخلص مني وزدني بالبرار؟ انا اتخلص منك؟ انت مجنون؟ انت اللي بتعرف قديش انا بحاجة إلك. بعدين طلع على هالقرار منيح. انا مالي فيه. هذا توقيع المدير العام بنفسه. المدير العام؟ والمدير العام منين بيعرفني؟ لولا ما انت مقترح علي هيك اقتراح. يا مجنون، انا زعلان اكثر منك. بس مو بايدي، ما بيطلع بايدي شيء. يكون بعلمك، اذا هالقرار ما التغى رح اقول كل شيء بعرفه عنك وعلي وعلى اعدائي. يا مجنون، هدي. خلاص انت هلا بتنفذ القرار. وانا بحاول افهم من المدير العام واعرف ليش نقلك، وبخليه يعدل عن قراره. بس انت روق لا تضوج، بعرفك رايق، عود. فريال عيني. نعم. خلي درويش يجيب لنا فنجانين قهوة. مع اللبن. حاضر، حابعت جيب بنت. معاصي. الله يعطيك العافية معلمي. ويلا هلا. ساعة بدك لتودي فنجان القهوة. أنا آسف تعوقت عليك، ما عاد أعيدها خلاص. دخيلك شو مقدم. عشت يا معلمي عشت. تعال هات الصينية. ها تفضل. هي كاسة الشاي بتودي لي اياها للاستاذ سليم بالذاتية. ايه عرفتوا؟ لا تتلهى هون وهون. اعوذ بالله. انزت. على عيني بنزت وبنشلف كمان. يعطيك العافية استاذ سليم. تسلم ايديك. تفضل. وهي احلى كاسة شاي. تعوقت عليك شيء؟ لا لا. هلا بدي اتغلط عليك بسؤال، انا ليش تعلت على بتاتي انت؟ والله هون اخف سئله. يعني هنيك بتحط لي بالشهر من جيبتي شي 200 300 ليره، شي غلط، شي واحد ما معه فراطه، ما قلت لحالي ما بدي هالسرعه. يا سيدي احسن لك، قولتك هون اريح من كل وجعه هالراس. شو هلا انا صار لي ما اقرا بالجريده شي اسبوع عن ها مرض الايدز اسمه. صحيح مرض خطير وخبيث، صحيح مرض خبيث؟ ايه خبيث، هيك بيقولوا. طب هلا بدي اسالك ليش الدولي ما بكافحش؟ يعني مثل مرض السل.
يعني ليش في للسل طابع اسمه طابع مكافحة السل؟ ما فيش طابع اسمه طابع مكافحة الإيدز، ولا ذاك مدعوم أكثر يعني. لك أنا سل إن شاء الله يبعث لك سل، شو أحدك هون أنت؟ روح على البوفيه، على البوفيه. شبك ما قال لك عليتها بالجريدة، أنا عندي اهتمامات طبية، ممنوع يعني؟ لك أخي أحيط، أحيط على البوفيه. أحيط مالك هاي؟ كمان أنت؟ شو؟ هالإيدز بالفرنسي اسمه سيدو. روح روح. عموما أخبار استاذ، ما عندكم براد هون حط هالبيضات فيه لح ينتزوا؟ عنا بس ما فيني احط لك اياه هون. بينتزعوا؟ ينتزعوا بيكون احسن. مرحبا استاذ طلع. اهلا استاذ سعيد. السيد المدير العام موجود؟ لا مو موجود. شو بتريد منه؟ والله في عندي طلب بدي اوقعه منه، مستعجل شوي. هاتوا بس يجي انا بوقع لك. يعني في امل يرجع اليوم المدير؟ اخي انا بشوف انه تحمل السله تبع البيض وتتيسر. ما راح اتزحزح من هون حتى اقابل المدير واعطيه الهديه بايدي. امنت فيك يا ربي. استاذ طلال امنت فيك. ها حاضر. رح ينتزعوا. لك ينتزعوا يصوصوا يفقسوا. استاذ ما عندكم براد هون حط هالبيضات رح ينتزعوا. لك شو هالحكي يا ابو معتز؟ انا هذا اللي سمعته وصدقته. معقول المدير يرتشي؟ كل شيء ممكن صدقه الا انه مديرنا يقبل هدايا ويرتشي. عالم عم تقول الرشوة مصاري، وعالم عم تقول سيارة، وعالم عم تقول ذهب، وعالم عم تقول شقة. احتار الواحد مين بده يصدق ومين بده يكذب. لك كلهم كذابين، هي كلها اشاعات. في واحد عم يغذيها مشان يشوه سمعة المدير. لا تأخذني يا أبو شريف، ما في دخان من غير نار. مستحيل مستحيل يا أبو معتز. لا تقلي مستحيل، كل شيء جاهز بالأيام. ليش مستحيل؟ كل شيء ممكن. يا ما تحت السواهي دواهي. عمل لي حاله شريف أفندي وما رضي يتعاون معنا. تاري عم يمرق وعم يقبض من تحت لتحت. لكان قصيطة ولا قصة طاولات الخشب اللي حب يفصلها الموظفين بدل طاولات الحديد. وهي شو قصتها كمان؟ ما سمعت فيها. لكان شو قصتها؟ فصلها على الورق بس ولها في المصاري حطهم جي.